رد روسي ناري على انحياز روسيا لإثيوبيا على مصر، ننشر التفاصيل في الفيديو. وعاجل أول رد حكومي على الفيلم المسيء لمصر. وعاجل تفاصيل التطور ما بين الجيش المصري والجيش الروسي، ننشر التفاصيل. وغرامة ب 109 ألف دولار لأمريكي في واقعة تحطيم شعب مرجانية بالغردقة، ننشر التفاصيل. وعاجل فيفا قد يحرم ليفربول من محمد صلاح لمدة 8 مباريات. وفي كارثة كبرى، اختفاء 47 ألف قضية بطريقة غامضة في مصر. في البداية جمعة مباركة على حضراتكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لي 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وفي كارثة كبرى، اختفاء 47 ألف قضية بطريقة غامضة في مصر. شهدت محاكم وفروع مصلحة خبراء محافظة سوهاج في صعيد مصر واقعة غريبة، حيث تم اكتشاف اختفاء أكثر من 47 ألف ملف قضية في ظروف غامضة. وتشمل هذه قضايا مختلف أنواع الدعاوى الإدارية والجنايات والمدنية والجنح والأحوال الشخصية في الفترة ما بين 2010 و 2016، وهي قضايا مقيدة بسجلات الإحالة بمصلحة الخبراء، وقضايا أخرى لم يتم تسديدها، مفتوحة حتى الآن، مما دفع وزارة العدل ومصلحة الخبراء إلى تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الفني، وذلك لمراجعة كافة أعمال مكتب خبراء طهطا، ويضم محاكم طهطا وطمة وجهينة والمراغة وسرعة إعداد تقرير مفصل. كما أوصت اللجنة بإحالة 3 مشرفين على أعمال السكرتارية للتحقيق، وإحالة 23 من الخبراء الهندسيين والحسابيين إلى التحقيق فيما هو منسوب إليه، وعدم تأدية الواجب الوظيفي، وإحالة رؤساء الإدارة المركزية الخبراء طهطا وكبير خبراء ومساعدي كبير الخبراء هندسي وحسابي بذات الإدارة للتحقيق، وإحالة المفتشين الإداري والمالي بالإدارة المركزية الخبراء طهطا للتحقيق. المصدر معانا كان من أخبار اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا كارثة كبرى، اختفاء 47 ألف قضية، هذا رقم ضخم وكبير جدا. وطبعا زي ما حضراتكم عرفتوا ان هذه القضايا من مختلف انواع القضايا اللي حضرتك ممكن تسمع عنها، الدعاوى الإدارية والجنايات والقضايا المدنية والجنح والأحوال الشخصية. فأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض على خبر آخر معانا، ورد روسي ناري على انحياز روسيا لإثيوبيا على مصر بخصوص قضية سد النهضة، ننشر التفاصيل. ونفى السفير الروسي لدى مصر جيرجيو بروسينكيو صحة المزاعم عن انحياز موسكو لإثيوبيا في ملف سد النهضة، أكد أنه يتعين على أديس أبابا تفهم مخاوف مصر بهذا الشأن. وأعرب بروسينكو في حوار إعلامي ضمن برنامج بدون حظر على قناة فضا البلد عن احترام موسكو الثابت لحق مصر في مياه نهر النيل. أضاف: نفهم أن تعداد سكان مصر يتزايد بسرعة، وفي مصر بالفعل حاليا أكثر من 100 مليون نسمة، ولديها بالطبع حاجة كبيرة إلى المياه. وتابع: يمكنني القول إن روسيا ناشدت كثيرا أصدقائها وحلفائها الإثيوبيين أن يأخذوا بعين الاعتبار المخاوف المصرية. أعرب بروسينكو عن تفهم روسيا لحاجة إثيوبيا إلى تطوير اقتصادها وتوريد الكهرباء لمواطنيها. وتابع: لكن في الوقت نفسه تحدثنا مع شركائنا الإثيوبيين بشأن ضرورة أن يتذكروا أن هذا النهر يتشاركه العديد من البلدان المختلفة، من الضروري أن تكون هناك علاقات طيبة بين الجيران، يجب أن تتعايش إثيوبيا ومصر والسودان سويا. وقال: نتطلع من حلفائنا الإثيوبيين أن يفكروا في طلبنا ويفهموا مخاوف مصر. نفى السفير قطعيا انحياز روسيا إلى إثيوبيا في ملف سد النهضة، واصفا هذه المزاعم بأنه فهم خاطئ، وأبدى دعم موسكو الثابت للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن الدولي في سبتمبر بشأن سد النهضة، الذي أكد ضرورة مواصلة التفاوض والتوصل لاتفاق بين مصر وأديس أبابا والخرطوم في الوقت المناسب الذي يجب أن يحل قريبا. وتابع:
قالت روسيا دائما إن إثيوبيا ومصر أصدقاؤها، وفي الوقت نفسه يمكن القول إن علاقتنا مع مصر أعمق بكثير مما مع أي بلد إفريقي آخر. شدد السفير على أن علاقات قوية وعميقة تربط روسيا ومصر منذ عقود، لافتا إلى أن هذه العلاقات ازدهرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعرب الدبلوماسي عن سعي روسيا إلى تطوير العلاقات مع مصر في السنوات القادمة. أضاف أنه في هذا الأمر تم إقرار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، بالإضافة إلى التعاون في تسوية الأزمة الليبية والنزاع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين وقضايا الأمن السيبراني ومحاربة الجماعات المتطرفة. أكد السفير تطابق مواقف روسيا ومصر بشأن العديد من المسائل الدولية، وصفا إياهما بأنهما بلدان لديهما نفس الآراء في الأمم المتحدة. أشار بروسينكو إلى أن علاقات روسيا مع مصر أعمق بكثير مما أي دولة أخرى في إفريقيا. أشار أن مصر شريك أساسي بالنسبة لموسكو، وقال: نحن فعلا أصدقاء وحلفاء مقربون. مصدر معنا كان من صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني سمعنا ناس طلعت قالت أن روسيا تتحيز لإثيوبيا في ملف سد النهضة، ولكن يعني السفير الروسي في مصر بيقول عكس الكلام ده. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أول رد حكومي على الفيلم المسيء لمصر. علق مدير الإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية في مصر ولاء جاد في فيلم ريش المتهم بالإساءة لمصر، وذلك بعد تصريحات دميانة نصار بطلة الفيلم. وقال ولاء إن المبادرة تنحاز لحرية الإبداع والفن ولا تنحاز إلى الرأي الذي يرى أن فيلما سينمائيا من الممكن أن يسيء لسمعة مصر. مصر دولة أكبر من ذلك بكثير، حرية الإبداع مكفولة، وكذلك وجهة نظر الكاتب والمؤلف. أكد على حق الدولة في إبراز الجهود التي تقوم بها على أرض الواقع. متابعا: الفيلم يتناول حياة أسرة فقيرة ومحرومة من الخدمات ولا يتوافر لها معايير الحياة كريمة، وما تقوم به الدولة هو جهود متواصلة لتغيير ذلك الواقع منذ 2014، وبالفعل هو الواقع الذي كان يعيش فيه قطاع كبير من المواطنين نتيجة عقود طويلة من الإهمال والسياسات غير المنحازة للعدالة الاجتماعية. وأكد مدير الإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة أن الدولة تعمل منذ عام 2014 على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، لمن يعيش في المناطق الحضرية غير الآمنة أو من يعيشون في القطاع الريفي ولديه فجوة كبيرة في توفير الخدمات العامة. أشار إلى نجاح الدولة في المحورين، حيث على الصعيد الحضري ستكون الدولة انتهت من نقل 100% من سكان المناطق العشوائية بحلول العام المقبل. أشار إلى الرؤية الموجودة لإعادة تأهيل جميع المناطق غير المخططة في مصر، والتي يعيش فيها نحو 37% من السكان، وبالتوازي على الصعيد الريفي والذي تهتم الدولة بتطويره. المصدر معانا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. مدير الإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة يعني يقول أن حرية الرأي مكفولة لهذا الفيلم. أعتقد أن هذه التصريحات يعني جيدة لفتح آفاق أخرى لتقديم أعمال فنية يعني مكفولة بحرية الرأي والتعبير، وهذه كانت يعني مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المصريين حكومة وشعب، وهي حرية الرأي والتعبير. ولكن نكون فاهمين بنقول ايه، ولازم ان احنا نكون بنعبر عن رأينا بكل حرية ولا نتأثر بأفكار جماعات متطرفة، وده شيء مهم جدا في حرية الرأي والتعبير، ان احنا ما نتأثرش بيعني مثلا هقول مثال عشان اكون واضح اكتر، ما نتأثرش بكلام الاخوان المسلمين. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل. تفاصيل التطور ما بين الجيش المصري والجيش الروسي. ونفذ مظليون روس ومصريون اول عملية مشتركة للانزال الجوي، وذلك في اطار مناورات حماة الصداقة 2021 التكتيكية الروسية المصرية التي تجرى في مصر في الفترة ما بين 17 و29 من الشهر الحالي. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن مظليين من البلدين تدربوا على إنزال جوي تكتيكي من طائرة كاسا C-295 تابعة لطيران النقل العسكري المصري. وأوضح البيان أن الإنزال تم من ارتفاع أكثر من 3500 متر، وتمكن المظليون من تدمير مركز اتصالات مفترض للجماعات المسلحة غير الشرعية،
وحسب البيان فإن العسكريين الروس والمصريين قضوا من الجو على نقاط الحراسة المفترضة للمنشآت ثم قاموا بتفخيخها وتدميرها. وذكر البيان أنه في نهاية التمرين أجرى التدريب على قتال مباشر تخوضه وحدة مشتركة في محيط حضري، وقام خلاله مظليون روس ومصريون بمحاصرة بلدة مفترضة وتطهيرها من عناصر الجماعات المسلحة غير الشرعية، وشارك في تدريبات وحدة عسكرية مشتركة قوامها أكثر من 500 عسكري، بالإضافة إلى طائرات النقل العسكري من طراز إيل 76 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وطائرات اس 130 وكاسا سي 295 وشينوك تابعة لسلاح الجو المصري. مصدر معانا كان من نفوستي. طبعا زي ما احنا قلنا في الخبر الاولاني ان العلاقات بين روسيا ومصر يعني عميقة جدا، والان نرى ان هناك تدريبات بين الجيش المصري والجيش الروسي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية عالميا من اقوى جيوش العالم، والمرتبة الاولى الولايات المتحدة الامريكية. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وغرامة ب 109 الف دولار لامريكي في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة. تقدم مالك زورق سياحي يرفع العلم الامريكي بطلب لجهاز شؤون البيئة المصرية للتصالح وسداد قيمة التعويض في واقعة تحطيم المركب مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الاحمر. وقضت محكمة جنح مستأنف الغردقة بتغريم مالك مركب سياحي يعمل في الرحلات البحرية والغوص في واقعة اصطدامه وجنوحه وتحطيمه مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر شمال الغردقة بالقرب من جزيرة طوال بمبلغ مالي قدره 109 ألف دولار. وكانت إدارة محميات البحر الأحمر حررت بلاغا ضد مالك المركب سياحي الذي يحمل العلم الأمريكي ويعمل في الرحلات السياحية، وقدر التقرير البيئي للمعاينة للشعب المرجانية ما يعادل 109 ألف دولار قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالشعب المرجانية بمنطقة جزيرة طوال شمال الغردقة. مصدر معانا كان من موقع المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. 109 ألف دولار، فتقريبا بنتكلم في مبلغ مليون و600 ألف جنيه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل فيفا قد يحرم ليفربول من محمد صلاح لمدة 8 مباريات. ذكرت صحيفة إيكو ليفربول أنه من المتوقع أن يشارك ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني مع منتخبي بلديهما في كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي الغياب عن مباريات الريدز الحاسمة. وسيتم اختيار الثنائي النجم بلا شك لتمثيل المنتخب صلاح مع مصر وماني للسنغال، ومن المحتمل أن يغيبا عن 6 مباريات في الدوري الممتاز ومواجهتين في كأس الاتحاد الإنجليزي في حال استمرارهما لنهاية البطولة، وذلك نقلا عن صحيفة ذا أثليتيك الأمريكية. وتقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا في 9 يناير بين الكاميرون المضيف مع بوركينا فاسو، وتستمر البطولة حتى 6 فبراير، وبالتالي يجب أن يغادر اللاعبون الفريق يوم 27 ديسمبر. وتنص قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على ضرورة إطلاق سراح اللاعبين لمشاركة منتخبات بلادهم في البطولات القارية المعتمدة في موعد لا يتجاوز صباح الاثنين من الأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تبدأ فيه البطولة ذات الصلة. ولكن يمكن أن تتوصل الفرق الإنجليزية مع الاتحادات المحلية لتلك الدول لحل وسط يسمح بمغادرة اللاعبين في موعد متأخر قليلا، ومن الممكن أن يكون ذلك في 3 يناير وهو موعد مقبول وفقا للقواعد واللوائح. وبالتالي إذا نجح ليفربول في الحصول على موافقة الاتحادات في مصر والسنغال وغينيا على الإبقاء على صلاح وماني ونابي كيتا حتى ذلك التاريخ، سيشاركون في مباراة تشيلسي يوم 2 يناير في الدوري الانجليزي. طبعا يعني لما نلاقي ليفربول بيواجه تشيلسي، طبعا الناس اللي فاهمه في الكوره وبتحب الكوره هتبقى يعني فاهمه اهميه هذا الماتش بالنسبه لليفربول، ليفربول وتشيلسي. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهايه نشره الاخبار. اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم ان شاء الله. كان معكم اسلام الامير وايضا ابانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحيه طيبه ليه. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.